الحضور الكريم في شقي الوطن على طريق الوحدة في غزة والضفة ورام الله، نرحب بكم جميعا أحر ترحيب باسم الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة أمان في مؤتمرنا السنوي العاشر للإعلان عن نتائج تقرير واقع النزاهة ومكافحة الفساد للعام 2013. أصدر ائتلاف أمان من أجل النزاهة والشفافية تقريره السنوي حول واقع الفساد في فلسطين لعام 2013. يتعرض التقرير إلى العديد من القضايا والظواهر التي تؤشر لهدر في المال العام وثغرات في الشفافية، كما في قضايا جمارك المركبات والمحروقات والقوانين المنظمة لعمل العديد من الهيئات والجهات الرسمية والإشرافية. أعزائنا الحضور، شهد عام 2013 تحولاً مهماً في عمل ائتلاف أمان، فقد شرعت المؤسسة بتطبيق نهج الإدارة بالنتائج بهدف الاستغلال الأمثل لمواردها البشرية والمالية المحدودة لتعظيم أثر برامجها وتدخلاتها في تحسين مستويات النزاهة والشفافية في قطاعات العمل وتخفيض مستوى انتشار الفساد في فلسطين. واعتمدت أمان في ذلك على تعزيز مشاركة المواطنين ومنظمات المجتمع المدني في جهود مكافحة الفساد والمساءلة الاجتماعية، فعملت على تشكيل مجموعات النزاهة الطلابية في المدارس والجامعات، وأنشأت شبكة أكاديمية تضم جامعات الضفة وغزة، واستمرت في دعم مشاريع التدقيق الطلابية بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، بحيث وصل عدد المنضمين لها إلى أكثر من 6000 طالب وطالبة في الضفة وغزة، كما استثمرت في دعم وتعزيز قدرات الإعلام الاستقصائي، وأنشأت الفريق الأهلي لدعم شفافية الموازنة العامة في غزة على غرار فريق الضفة. وأشارت عشراوي إلى أهمية الوحدة الوطنية وإنهاء الانقسام في تعزيز الموقف الفلسطيني وتأسيس الدولة المستقلة. نتطلع إلى حسن التطبيق والالتزام بالتنفيذ الصادق حفاظاً على نظامنا الديمقراطي التعددي المتنور، ودعماً لركائز الحكم الصالح والحوكمة الرشيدة في دولتنا الحرة وعاصمتها القدس، وتطبيق حق العودة للاجئين الفلسطينيين وإنصافهم بالكامل. بدوره أوضح الدكتور عزم الشعيبي كيفية قياس التقرير لمناعة المؤسسات، واستعرض الشعيبي ممارسات الاحتلال في مواجهة السلطة الفلسطينية واستخدامه للفساد في إضعاف السلطة الفلسطينية. ولم يغفل الشعيبي الحديث عن آثار الانقسام وما أسفر عنه في تعزيز الفساد وغياب الشفافية. التقرير بيشير إلى أنه من حيث المبدأ جرى تحسن بسيط في مستوى النزاهة في السلطة الوطنية الفلسطينية، وارتفعت علامتهم من 50% العام 2012 إلى 55% في العام 2013، ولكن في دوائر حصل تحسن فيها مثل ديوان الخدمة المدنية، ديوان الموظفين، ديوان الرقابة المالية والإدارية، ولكن في مؤسسات أخرى جرى تراجع فيها، منها غياب المجلس التشريعي واستمرار غيابه، ازدياد الفساد في الهيئات المحلية، وزارة النقل والمواصلات، وزارة الأوقاف. هذه أمثلة على أنه كان في تحسن في بعض المواقع وكان في تراجع في مواقع أخرى. هدر المال العام في المحروقات المركبات الحكومية بشكل عام، رغم أنه كان هناك بعض القرارات وبعض الإصلاحات، ولكن لا زال لحد الآن هناك هدر في المحروقات، هناك استخدام للسيارات الحكومية. والنقطة الثانية اللي أنا يعني كمان موجودة وبنحب نركز عليها هي التحويلات الطبية. التحويلات الطبية لا زالت تستنزف جزء مش قليل من المال العام، من مواردنا في عملية التحويل للمستشفيات المختلفة، وتحديدا للمستشفيات الإسرائيلية وللخارج. وهذه الموارد يعني التوصي أنه لماذا لا يتم الذهاب باتجاه تأسيس إشي طبي فلسطيني اللي يقوم بهذه العملية. فهدر المال العام موجود في أكثر من مجال، أكثر مجالين اللي هم التحويلات الطبية والمركبات الحكومية.
وخلال كلمته في المؤتمر وجه رئيس مجلس الوزراء الدكتور رامي الحمد الله شكره لائتلاف أمان على ما يقدمه من جهود ومنجزات في مكافحة الفساد، داعيا في سياق ذلك إلى دعم المصالحة الوطنية وتحقيق الوحدة الوطنية. وفيما يتعلق بفساد الأغذية، كشف الحمد الله عن قصور في منظومة القوانين التي تحاسب مصدري الأغذية الفاسدة. يشرفني في هذا المقام وأمام هذا الجمع الكريم أن أتوجه بالشكر والتقدير للائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة أمان على هذا الجهد الكبير وعلى الدور المتميز الذي يقوم به الائتلاف في مجال تعزيز النزاهة والشفافية وتدعيم ركائز الحكم الرشيد ومكافحة الفساد والمساهمة الفاعلة في بناء مؤسسات الدولة الفلسطينية المستقلة. بالنسبة لجلسات الموازنة، الواقع معالي الأخ وزير المالية جلس مع المجلس التشريعي جلستين أو أكثر، وجلس مع جلسات مع القطاع الخاص المجتمع المدني وتحدث في موضوع الموازنة، وهذا عرف وأنا التزمت به. عندما جلست مع الإخوان في المجلس التشريعي التزمت أن يتم مناقشة الموازنة في كل عام، وإن شاء الله المجلس التشريعي يرجع ينعقد هلا ونخلص من الأزمة هذه وصير عادي موضوع الموازنة تناقش في جلسات متواصلة حتى يتم إقرارها وتؤخذ الملاحظات. بالنسبة لموضوع أمان سأفحص الموضوع، لماذا لم يجلس معكم معالي الوزير؟ ما بين تطورات المشهد السياسي والاقتصادي والواقع السيء الذي يعاني منه الشعب الفلسطيني، سلط تقرير أمان الضوء على تلك الجوانب التي تحسنت في ظروف المؤسسات الفلسطينية، إلا أن العديد من الملفات لا تزال عالقة وتعرض المؤسسات الفلسطينية لجرائم الفساد. في ظل الحاجة الملحة لإصدار قانون حق الوصول إلى المعلومات الضامن لتعزيز رقابة المجتمع بأطيافه الساعية إلى التخلص من ظواهر الفساد وتنقية المؤسسات الوطنية من الشوائب، يجب أن يكون هناك صدور قانون ينظم أعمال القضاء العسكري، سواء قانون لهيئة القضاء العسكري أو للعقوبات عسكري أو إجراءات عسكري، وهذا أنا في وجهة نظري بحاجة ماسة القضاء العسكري له، لكي نتمكن من مواكبة ومعاصرة الإجراءات القضائية السليمة والحديثة في عصرنا الحالي.